لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان. في الآية الكريمة يقول استفسر عن هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن. والشمس تجري، هم يقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة، هذا لا يكون من المسلم. واجب على المسلم أن يتبع القرآن. الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. نعم.